بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين والمتابعين. سهره رياضيه جديده، ملعب اون تايم. والسهره النهارده شكل تاني، سوبر الزمالك والاهلي اللي بتحتضنه دوله الامارات العربيه الشقيقه، والفرقتين اللي وصلوا بسلامه الله الى ارض الامارات وبداوا على الفور الاستعداد لهذا اللقاء. واصبح عرس واصبح عرف كمان انك تشاهد هذا اللقاء في الامارات، وانك تشاهد الملعب اللي بتقام عليه المباراة، سواء بقى كان في العين او في ابو ظبي او في دبي او في اي مكان، هو دايما في ابو ظبي يعني، فمليء عن اخره بالجماهير المصرية وبعضا من الجماهير الاماراتية اللي بتستمتع بهذا اللقاء. لقاء نتمناه، لقاء جميل، لقاء نتوقعه، لقاء مثير. انا بتوقع لقاء فيه اهداف، وبتوقع ان فريق يفوز على التاني في المباراة سواء في الوقت الأصلي أو الإضافي. على غير العادة من وجهة نظري المباراة لن تصل إلى ركلات الترجيح، ده وجهة نظري أنا الشخصية. بتوقعها مباراة للبدلاء، يعني البدلاء هيكون لهم الدور الأكبر في هذا اللقاء وفي حسم نتيجة هذا اللقاء، خاصة أن الفرقتين عندهم من البدلاء ما يكفي. كل فريق عنده إصابة موجعة، الزمالك عنده محمود حمدي الونش إصابة موجعة، لكن عنده البديل، عنده موجود حسام عبد المجيد، عنده حمزة المسلوسي، عنده الوافد الجديد مصطفى الزناري، عنده محمد عبد الغني. الأهلي عنده إصابة موجعة أليو ديانج، لكنه في نفس الوقت عنده طبعا ما أقدرش أقول البديل على عمرو السولية أو البديل على حمدي فتحي، لكنه اتنين لعيبة من العيار الثقيل وقد يستعين، وده صعب. كولر بأكرم توفيق في مركز لاعب الوسط، وعنده في مركز ظهير الأيمن محمد هاني او كريم فؤاد من الممكن يعني، لكنه اعتقد غالبا هيكون عمرو السولية، هيكون حمدي فتحي، وغالبا هيكون حمزه المسلوسي بجوار حسام عبد المجيد. هنتكلم كتير جدا لان معانا نجمين كبيرين ان شاء الله، كابتن وليد صلاح الدين، كابتن سامي الشيشيني. هنتكلم بشكل مفصل عن مباراه السوبر ما بين الزمالك والنادي الاهلي، وتوقعاتكم بقى لهذا اللقاء ابعتوا لنا، وشارك برضو معانا، قول لنا مين كان الافضل في الجوله الاولى في الدوري، وقول لنا مين المتوقع انه يحسم مباراه الزمالك والاهلي. شايف مين؟ مين اللعيب اللي ممكن يخلص المباراه؟ مدافع، مهاجم؟ هل الحارسين عواد والشناوي كلهم دور في هذا اللقاء؟ بالتاكيد هيكون لهم دور في هذا اللقاء، لكن لمين؟ ومين اللي ممكن يكسب فرقته؟ هل كولر يقدم اوراق اعتماده لجماهير النادي الاهلي؟ اه صحيح، فاز على اتحاد المنستير التونسي مرتين، وفاز على الاسماعيلي، وفاز على اسوان، لكنه اللعب مع الزمالك ده حاجه تانية. فريرا الراجل متمطع دوري وكاس مرتين مع نادي الزمالك، فعنده ثقه وعنده جماهيريه وعنده، لكنه ده ماتش اهلي وبطوله في مباراه بتفرق السماء من الارض. انا بتوقعها مباراه طيبه، بتوقعها مباراه حلوه. انا شايف احساسي بيقول كده يعني. بالمناسبه فريرا وافق ان الاعلاميين يحضروا 15 دقيقه في اللقاء، ما عندهمش مشكله، والراجل عمل تدريبات جيده، والنهارده في او بكره في الاجتماع الفني للمباراه ان شاء الله هيكون صباحا يعني. الاهلي كمان تمرينه، عامل الاهلي قافل تماما على نفسه، بيعود لسياسه الاغلاق، والكل فوجئ النهارده بوجود كابتن محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي وسط اللعيبه، وكانت مفاجاه جميله بالنسبه للجميع، وبنقول له الحمد لله على السلام. لكن واضح انه بقى عندنا كده في بلدنا مجموعه هويتها او لا وظيفتها التشكيك وزرع الفتنه. لازم ازرع فتنه، لازم، ما ينفعش نعيش كده تبقى الدنيا ماشيه حلو و100 فل و14 يقول لك لا الدنيا في البلد دي ماشيه حلو، ما تيجي نضرب اسفين، ما تيجي نفرقع قنبله صوت، ما تيجي نعمل مشكله. انا دايما بقول انه من اهم القوى الناعمه في بلدنا الرياضه، الفن والرياضه. انت لسه بتفرج على فيلم تسجيلي عن صناعة السينما، ووقفت قدام مفاجأة مدوية يعني، انه تقريبا دخلت 1895 الاخوان لوبير في فرنسا، ومصر بعدها بسنتين
كانت بتعمل حاجة كده، كانت بتصور قطر، ما خدش دقيقتين أو حاجة زي كده، لكن بعد سنتين من صناعة السينما في العالم مصر. عشان كده السينما في مصر هي إحدى القوى الناعمة، وكانت على فكرة مصدر دخل، مصدر دخل كبير، السينما والقطن وحاجات كتيرة جدا يعني. الآن طبعا تظل السينما ويظل المسرح وتظل الفنون وتظل الثقافة أمر مهم جدا، والمثقفين ودورهم وكل شيء رائع وجميل يعني، لكن الرياضة في السنوات الأخيرة في 50 سنة الأخيرة بقت قوة لا يستهان بها، وال20 سنة الأخيرة زادت بشكل رهيب جدا يعني. وجميل يكون عندي أندية بشعبية الأهلي وشعبية الزمالك، الإسماعيلي، الاتحاد، المصري، المحلة، أسوان، أنا بتكلم على موجودين في الدوري الممتاز دلوقتي. وجميل الناس تبقى متعلقة، الأهلوية بالأهلي والزمالكاوية بالزمالك، لكن كلنا في النهاية مربوطين بحبل بنحبه اسمه مصر. فأنت حضرتك يبقى عندك مباراة زي دي وحدث زي ده في بلد جميلة زي الإمارات، يوم جاي واحد ابن حرام مصفي، ابن حرام مصفي، يوم جاي رمي لك جواب. ايه يا عم الجواب ده؟ يقول لك الاهلي طلب ان الزمالك ما يلعبش باللون الازرق. اي واحد عاقل هيقول لك الاهلي ماله، هو ماله ازرق اخضر اصفر ابيض، هو ماله، مش شغلته يعني. لكن فجأة يلف الجواب ده على السوشيال ميديا والناس تتعامل معاه، وبعضا من المواقع كمان تاخده انه ده حقيقة، وانت لو قريت الجواب هتعرف انه مصور. فاحنا بقينا نحب نجري ورا الاشاعة، وده امر مش مقبول على الاطلاق يعني. فالناس لازم تعقلها الاول وتحسبها الاول قبل ما تروح ورا الاشاعات. طالما اتكلمنا على الاشاعات خلينا نسيبها شويه ونروح للحقيقه، والحقيقه نعرفها من زميلنا العزيز اللي هيتالق باذن الله في اداره الاستوديو التحليلي لهذا اللقاء من الامارات الشقيقه، صديق والزميل العزيز سيف زاهر. سيف، مساء الفل عليك يا كابتن. الحمد لله على الف سلامه، ومنور الدنيا كلها، ومنور قنده، ويعني جمهورك يعني بيسأل حضرتك كل يوم. حبيبي يا سيف، منور الدنيا عندك، وبالتوفيق يا رب ان شاء الله. يعني انت في ارض الحدث الان، وقريب من الاحداث، قريب من المعسكرين، لمست ايه من ساعه ما وصلت للامارات والدنيا ماشيه ازاي سيف؟ لا جبتن، ترتيب اكتر من رائع، واستقبال حافل جدا الحقيقه من المسؤولين هنا في الامارات. نعم. ومعسكرين الحقيقه ماشيين بشكل رائع جدا، سواء الاهلي او الزمالك. واعتقد ان التذاكر خلاص يعني، التذاكر كمان خلصت كلها تماما. نعم. وكل واحد اعتقد ان ده من الماتشات اللي كل الجمهور مستني المباراه دايما قبل كل مباراه. نعم. بتبقى عندنا توقعات المباراه. نعم. دي ما فيش توقعات. جمهور الاهلي عايز بطوله يرجع بيها على الطريق، جمهور الزمالك عايز يزود العدد ويصدر تاريخ جديد. يعني اعتقد المباراه دي يا كابتن يعني هتبقى الاقوى في تاريخ مباراه الاهلي والزمالك. انت تتوقع الاقوى يا سيف؟ والله يا كابتن المشهد الجماهيري بيقول كده. في الملعب بقى الامور الفنيه حضرتك عارف، مباراه الاهلي والزمالك. نعم. دايما ما فيهاش مقاييس، ما فيهاش يعني ما فيهاش مين كويس مين قماشته احسن. في اصابات هنا واصابات هنا، بس الظروف كلها مكتمله يعني. كل واحد داخل كسبان ماتشين في الدوري، كله بيستعد، الاجهزه الفنيه هاديه، الامور الماديه كويسه، يعني امور مستقره. ولكن كل واحد عنده طموحات بقى غير التاني، كل واحد عنده طموحات مختلفه، والاثنين قافلين على بعض مصغرين يعني. نعم. ما فيش مش خبر بيطلع، مفيش نملة بتطلع. كويس انت، كويس انت عرفت تعمل برومو من هنا ومن هنا. الحمد لله كابتن، الحمد لله فتحوا لنا الاهلي، ومسؤول الزمالك فتحوا لنا الزمالك، لهم كل الشكر طبعا، وصورنا حاجه الحمد لله كويسه. ولكن ان شاء الله باذن الله هيكون ماتش يعني الناس كلها قاعده تتوقع، حتى احنا الناس اللي ما فيش عارف توقعاتك ايه الدنيا ايه، ولا فيش اي توقعات في اي حاجه. مين اللي ممكن يبقى في حته تانية في الماتش ده؟ والله كابتن اللي في حته تانية ممكن يبقى احمد حسن بقى بتهيألي. لا ده لسه، استنى لسه هقطع لك في احمد حسن دلوقتي، اصبر لسه شويه. عمل ايه يا كابتن احمد حسن؟ لا لسه، ده انا عارف، انا شايف الصوره انت وهو وحازم وفضل، فعايز اعرف الخناقه اللي كانت بين حازم وفضل في الطياره على الاهلي والزمالك، ودور احمد حسن، احمد حسن كان شغال مع مين؟ ما انا برضه مش عارف له مله، عايز اعرف اخباره ايه يعني. والله كابتن
والله كابتن كوست احمد حسن دي قاعدين من الصبح عارفين عايزين نحطه بقى على يمنا ولا على شمالنا مش كده برضو يعني ينزل فين بس هو كابتن اللي انا استشفيته كده يعني ايه انا ما اعرفش معلومه صح ولا غلط بس بيدور على كرافته حمراء من ساعه ما جه بالله بيدور على كرافته حمراء لا ده يبقى حبيبي هل ما اعرفش يا كابتن هيتحسب على ايه يعني هل في اخبار يعني عن التشكيل عن ازاي بيفكر كولر يعني فيريرا الى حد ما خلاص الجماهير حفظته وعرفت طريقته لكن كولر اللي قافل الدنيا بشكل غير عادي لانه المباراه زي دي يا سيف يعني دايما بشبهها لكولر زي فايلر في النادي الاهلي كانت بدايه السوبر وعملت علاقه طيبه بينه وبين جمهور النادي الاهلي فيريرا خلاص مربع قاعد ومربع في وسط قلوب جماهير الزمالك اللي انا سمعته كابتن ان كولر عنده مفاجاتين في التشكيل انا الحقيقه ما اعرفش ايه هما ولكن انا عارف ان هو من بعد المباراه الاخيره مباراه اسوان قعد مع اللعيبه وابتدى يشتغل وابتدى يتكلم غياب ديانج ممكن يكون يعني مراوي الفكره رغم ان هو صدر مشهد ان مفيش مشكله خالص والراجل ده الحقيقه عنده مميزات كبيره جدا 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 ان هو بيصدر ده مشهد ان مفيش ازمه وانا شايف الحقيقه مدير فني كويس صحيح ولكن من المؤكد هو يعلم جيدا ان هو بيخوض اللقاء ده ومدى اهميه لقاء الزمالك لجمهور الاهلي وان دي بطوله هيبتدي بيها السيزون فاعتقد ان هو برضو يعني بيهتم بالشكل الدفاعي بشكل كبير جدا واعتقد ان هو هيكون عنده مفاجآت في التشكيل ايه هي يعني انا ما اقدرش اجتهد بالفنيات بس ممكن كابتن احمد حسن يجتهد لحضرتك بالفنيات واحمد حسن جنبك جنب كابتن مع حضرتك طب هات عشان اقطع فيه شويه كابتن يا نجم مساء الفل ربنا يطمنا عليك كله تمام ازيك يا كابتن السلام عليك والحمد لله على السلامه الله يسلمك سيف عمال يقطع فيك من اول المداخله يا نجم والله يا كابتن هو مش سيف شكله كده وانا سامع سيف بس مش سامع حضرتك لا مش مهم تسمعني انا راجل اهو انا راجل واضح خالص اهو ماليش دعوه بالعكس هو قال لي كابتن احمد حسن بيدور على كرافطة حمراء قلت له يبقى حبيبش عشان ايه تبقى عارف قلت له انا مش يا كابتن ومش عايزين ومش عايزين نعيد ونزيد في الموضوع ده كتير طيب الموضوع ده خلصان من زمان يا كابتن طيب خلينا ناخدها من الكنترول منك يا احمد من قبل ما تبدا الاستوديو التحليلي يعني في نقاط سريعه جدا تقول لي شايف المباراه ازاي لا المباراه صعبه طبعا يعني المباراه صعبه ومباراه كمان انا شايف ان هي نفسيا كمان المباراه صعبه صحيح حلوه دي لاني اعتقد اني النادي الاهلي طبعا اكيد محتاج ان يعيد الثقه تاني ويستعيد تاني البطولات جزء واحد بس ان النادي الاهلي اعتقد ان دايما المقوله اللي بتتقال روح الفانت النادي الحمراء لو موجوده اعتقد ان الامور هتبقى مختلفه في الملعب لان نادي الزمالك انا اعتقد كمان ان هم ماشيين بشكل كويس صحيح دي اعتقد ان كمان حفظ الفرقه والفرقه حفظته بقى بيتعامل معاهم بشكل يعني تحس ان في التركيبه ماشيه مع بعض بشكل كويس جدا جدا انما هي المباراه صعبه على الفرقتين يعني صحيح. انا شايف ان هيكون اهدى اعصابا واللي هيتعامل مع المباراه بذكاء ويبعد ويشيل الضغوط من عليه المدير الفني اللي هيقدر يشيل الضغوط من على الفرقه اعتقد ان هو هيبقى ليه الغلبيه في الملعب كابتن احمد مين بديل الونش من وجهه نظرك في الزمالك؟ بديل الونش يا اما هيكون الزناي لان ماشي بشكل كويس او حسام عبد المجيد او حسام عبد المجيد حد منهم هيكون طيب. البديل بس الاثنين لعيبه جيدين ولكن مين هيكون موجود واحد منهم هيكون طيب موجود مين بديل اليو ديانج؟ اعتقد ان بديل اليو ديانج يعني هو حمدي فتحي والسوليه يا من يعني ما نقدرش نقول عليهم بدلاء يعني ما شاء الله الاثنين منتخب مصر يعني بالظبط الثلاثه هم على طول اللي شغالين بقالهم موسمين ثلاثة مع النادي الاهلي هم اللي شغالين يعني واحد بيلعب والثلاثة اوقات كانوا بيلعبوا مع بعض الثلاثة كانوا بيلعبوا مع بعض فالثلاثة جاهزين والثلاثة عندهم جاهزية والثلاثة لعيبة كبار زي ما انت قلت لعيبة دوليين يا كابتن طبعا مباراة تصل الى وقت اضافي وركلات ترجيح ولا تنتهي في وقتها الاصلي؟ كل حاجة في المباراة وارد يا كابتن كل حاجة في المباراة وارد ممكن تنتهي في وقتها الاصلي ممكن الاثنين يعملوا حساب لبعض بشكل كبير جدا ولكن انا اعتقد ان المباراه هيبقى فيها اهداف سواء من هنا او من هنا هيبقى فيها نعم هيبقى فيها اهداف احمد انت بتشجع برشلونه ولا الريال؟
انا بشجع ريال مدريد. طب الحمد لله كويس يعني النهارده عايز تستنى في مصر ولا حاجه كده؟ لا لا اصل برشلونه خسر 3-0 من من بايرن ميونخ يعني فانا بس ما بحبش اشمت في اخواتنا في البرشلونيين يعني فكنت هقول لك يعني احوال برشلونه طالما طلعت مدريد زيي فاقول لك بالتوفيق وان شاء الله يا ابو حميد كده تنوروا الاستوديو انت تنور الاستوديو انت يا كابتن. مشجعين برشلونه دول مستجدين يا كابتن ما احنا بنشجع من زمان. هو حازم هو حازم جنبك ولا حاجه؟ حازم اصلا انا عارف انه برشلوني مش كده؟ اه يعني سيف بس نعم يا كابتن حازم برشلوني حازم امام اعتقد برشلونه والله مش عارف يا كابتن وحازم من المستجدين مش عارف بصراحه بس سيف بيقول لك رساله بس يا كابتن بيقول لك هات بقى سيف تاني بقى هات سيف هو هي المداخله اصلا مع سيف المداخله مع سيف انت خدتها كلها اديني سيف تاني بقى والله يا كابتن انا والله انا قاعد لقيته بيزيد طب اديني سيف تاني يا كابتن البيت واحد يا كابتن مش مشكله كلنا واحد طيب اديني سيف تاني بقى شكرا يا نجم اكلم سيف يا سيف لحضرتك يا كابتن خد المداخله كلها سيف دلوقتي يا كابتن مش مشكله كابتن عميد لعيب العالم مفيش مشاكل صار يعني بتاعنا دلوقتي حضرتك التذاكر شكلها خلصت يا كابتن وفي ناس جايه من مصر تتفرج على التلفزيون لو النبي لا خلي بالك ان انا موصيك عليه اوعى لا لا حد يصدق ان انت بتتكلم شباب بيدور على تذكره اه والله بيدور على تذاكر اه والله والله يا سيف اعتذر لي للناس لان انا المفروض كنت اكون موجود معاكم النهارده بس فعلا ظروف المرض والله ولولا غيابك يعقوب يعقوب السدر قال لي وكانوا عاملين تحضير كبير لحضرتك هنا معلش ولحد امبارح كانوا بياكدوا والله ان شاء الله كابتن تقوم بالسلامه وتنور الدنيا اعتذر لهم ولولا غيابك والله انا ما كنتش هنزل ابدا على الاطلاق يعني لكن ظروف العمل تستدعي ان شاء الله سيف نستمتع باستوديو تحليلي هايل معاك كده باذن الله كالعاده ونشوف حاجه جميله زي ما عودتنا يا سيف باذن الله ان شاء الله يا كابتن انبسطنا دايما ان حضرتك موجود ومنور مكانك دايما وان شاء الله حضرتك اللي تقلق تفصل الفل بشكرك يا سيف شكرا جزيلا زميلي العزيز سيف زاهر حقيقه ولو انه مش مجاله لكن لازم اقوله يعني حقيقه انه الزماله في العمل امر مهم جدا والتنسيق الالتزام المحبه وحاجات كتيره جدا يعني لازم يكون في تنافس يعني لكنه مبني على اصول فمن فضل الله سبحانه وتعالى يمكن انا وسيف من ساعه ما يعني انا جيت على سيف اون يعني هو الراجل حقيقه ابن اصول يعني لكنه من فضل الله لم نختلف ولن نختلف ابدا يعني وعلى فكره هي نفس العلاقه يعني مع الكابتن مدحت شلبي وكان مبادر بالاتصال بيا والسؤال عليا وابني العزيز ابراهيم فايق اللي دايما يعني بقول عليه الابن يعني فدي السمه اللي بتجمعنا ساعات بنختلف في الشغل ده وضع طبيعي وفي الاراء وفي وجهات النظر وساعات بنزعل والزعل بيوصل الى اقصى درجاته لكنه الحاجات دي بتخلص بسرعه وانا فعلا لولا غياب سيف انا عندي تعليمات مشدده يعني بعدم النزول وعدم يعني بالراحه لكنه في عمل وهنا العمل بالنسبه لي بمثابه العباده. طيب خلينا هنرجع تاني طبعا للسوبر مع النجمين الكبيرين سامي الشيشيني ووليد صلاح الدين عندنا تفاصيل خلينا نبارك لمنتخب مصر الكرة الشاطئية ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة الأستاذ جمال علام والبعثة برئاسة الصديق العزيز محمد أبو الوفا النهاردة كسبنا المنتخب المغربي الشقيق 5-4 والجميل بقى إنه مين اللي بيسجل لك هدف الفوز حسام باوي الولد ده والله حاجة تدرس يعني كرة الشاطئية دي لعبة صعبة جدا يعني وأنا الحقيقة ليا فخر إن أنا من الناس اللي برضو ساهم في في في, في شعبيتها لأنه أنا أول واحد علق على الكرة الشاطئية والمباراة كانت شكلها كده في البداية بتقول مغربية يعني لكنه ولادنا الحقيقة كانوا عند حسن الظن بيهم ورجعوا أكتر من مرة في المباراة وفازوا بدل يعني من هدف لا 5-4 لكن انا والله فرحان جدا بالجدع ده بحسام باولو ده حاجه جميله جدا خلي بالك حسام باولو كان بيلعب في الداخليه وفي سموحه وخد هداف الدوري العام سنتين يعني في نجوم كبيره جدا في تاريخ الكره المصريه ما خدوش هدافين الدوري العام نجوم كبيره جدا اسماء عظيمه جدا يعني
ما خدوش اللقب ده، لكن حسام باولو خد اللقب ده مرتين وما زال بيواصل العطاء وبيقترب من 38 سنة مع منتخبنا الوطني للكرة الشاطئية، على الرغم ان احنا ما عندناش دوري. بص الجول ده حلو ازاي، بص الجول ده جميل ازاي. ايوه طبعا هو برضه باولو، هو برضه باولو. يعني الجماهير هناك في موزمبيق طبعا ناس جميله، وكان جاب جون برضه قبل كده في الماتش اللي قبل كده، كان جول جميل. ده مش باولو ما اعتقدش، يعني قولوا لنا الاسماء بالكامل يا جماعه عشان نحييهم. حسام باولو مش كده؟ بعدين يرجع يتعادل تاني المنتخب المغربي، وتروح المباراه بقى رايحه يعني هنا وهنا وجايه من هنا لهناك، صعبه جدا وعلى حراس المرمى من اصعب ما يكون. والمنتخب المغربي منتخب قوي جدا في الكره الشاطئيه الحقيقه. يعني بص حضراتكم، يعني اعتقد هم تقدموا تاني وخلاص كده كانوا اقتربوا، لكنه رجعنا تاني وقدرنا نتعادل، وبعدين قدرنا ان احنا نفوز ونتاهل. اللي بيوصل النهائي بيوصل لكاس العالم. ايه الجمال ده بقى، ايه الجمال. بص اصرار على هدف وهدف وتعادل من جديد، وفرحة والناس طايرة من السعادة. يعني أنا بحب والله أي حاجة تفرحنا. بص الإصرار، الكرة داخلة بالعافية، لكن أي دخلت وخلاص، المهم تهز الشبكة وخلاص ونفوز ونعدي وتوصل كأس عالم. هنلاعب السنغال المباراة النهائية، إن شاء الله نكسب بأمر الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله حتى لو ما كسبناش، ده احنا وصلنا إلى يعني نهاية كأس العالم الكرة الشاطئية لأول مرة في تاريخنا. هدف الفوز اهو، هدف التأهل، وهدف الانتصار في المباراة. مبروك لرجال مصر الكرة الشاطئية، وأي انتصار الحقيقة بيسعدنا وبيفرح. النهاردة كانت في مباراة وحيدة في الدوري العام جمعت ما بين فاركو وحرس الحدود. فاركو يعني الحظ بيبتسم له في الثواني الأخيرة دائما، يعني المباراة ماشية 0-0، لكنه مع الثواني الأخيرة من اللقاء إذا بفوز لفريق نادي فاركو بيفوز 1-0، رغم أن خد نجم المباراة مصطفى زيكو، لكنه المباراة في النهاية بتقول إلى نادي فاركو اللي تعادل في الثواني الأخيرة مع فريق نادي البنك الأهلي من ضربة جزاء. و يعني ادي الملخص بتاع المباراة بتاعت فاركو وحرس الحدود. بس في ماتش، في كورة، في هجوم، في لعب، في يعني لا في 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 شغل حلو موجود في المباراة. ثم ضربة جزاء، انا مستغرب الحقيقة ضربة جزاء على مين يعني؟ يعني مين الحكم الشاب الجميل اللي في الملعب ده؟ مصطفى عثمان تقريبا. يعني بس اسم الحكم ايه بس اعرفه؟ يعني هي هو كمان قدامها يعني اتحسبت فاول من بره حتى يعني ايا كان يعني، لكنه في الاخر اتحسبت واتصدت ضربه حره مباشره. يعني بتطولوا قوي انتوا في الملخص بتاع المباراه الحقيقه. احنا يعني اخيرا الهدف ياتي في النهايه ليعلن فوز فاركو بهدف مقابل لا شيء على فريق مصطفى عثمان. على فكره ده حكم كويس، لكن ماشي بدايه الدوري العام وان شاء الله يوفق من الحكام اللي انهوا الموسم بشكل جيد. تعالوا نرجع تاني للامارات ونروح لزميلنا العزيزين عمرو مختار وشريف عادل. عمرو مع الاهلي ولا الزمالك؟ عمرو مع الاهلي ولا الزمالك؟ عمرو مع الاهلي وشريف مع الزمالك. مساء الفل يا شريف، ازيك؟ مساء الفل يا عمرو، ازيكم؟ منورين الامارات، وباعتباره مباراه الزمالك نمسي على شريف اخر الاخبار اللي موجوده عندك من معسكر الزمالك يا شريف.
مساء الفل على حضرتك كابتن شوبير وعلى كل مشاهدي وان تايم سبورت في كل مكان، وبالتاكيد كابتن شوبير الحمد لله على سلامه حضرتك. ما يخص اخر الاخبار الخاصه بنادي الزمالك اللي وصل بالتاكيد يعني منذ حوالي 24 ساعه، عايز اقول لحضرتك كابتن شوبير كل الاجواء هنا ان شاء الله باذن الله تبشر وتشير الى قمه كرويه مرتقبه ما بين الفريقين. معسكر نادي الزمالك حاله من الجديه والحماس بتسيطر على جميع افراد البعثه، طبعا يرأس البعثه الاستاذ احمد مرتضى منصور، يرافقه طبعا امير مرتضى منصور في وجود الكابتن خالد لطيف امين الصندوق. عايز اقول لحضرتك كابتن شوبير نادي الزمالك خاض تدريبين منذ وصوله الى العين، يعني بالتاكيد من خلال التدريبين دول يعني حاله من السريه التامه بتفرض نفسها على الاجواء في تدريبات نادي الزمالك. اخر الكواليس الخاصه ببعثة نادي الزمالك هو التحاق عمر جابر وعمرو السيسي ببعثة الفريق اليوم، يعني ما كانوش متواجدين في تدريب الامس، النهارده وصلوا الى الامارات والتحقوا بالفعل في تدريبات الفريق. غيابات نادي الزمالك معروفه كابتن شوبير بالتاكيد زي الونش وابراهيم نضاي السنغالي اضافه الى نبيل دونجا، الثلاثه بيغيبوا بسبب الاصابه. مستر فييرا المدير الفني لنادي الزمالك يعني مخصص مقسم التدريب، مخصص فقره يوميه في التدريب سواء بالامس او النهارده للتدريب على ركلات الجزاء الترجحية. حالة من الجلدية، رابطة نادي الزمالك كانت استقبلت بعثة نادي الزمالك بشكل إيجابي بشكل أكثر من رائع كابتن شوبير، يعني منذ وصولهم بالتأكيد إلى الإمارات. عايز أقول لحضرتك كمان يا كابتن شوبير يعني جلسات مستمرة ما بين طبعا الأستاذ أحمد مرتضى منصور ولاعبي الفريق من أجل تحقيق لقب بطولة كأس السوبر، بالتأكيد لقب غالي بالنسبة لنادي الزمالك خاصة إنه أول فريق مصري يحقق هذا اللقب في عام 2001 لما فاز على غزل المحلة. الإسماعيلي بيسعى الزمالك بيسعى لتحقيق لقب السوبر بالنسبه له للمره الخامسه طبعا بالتاكيد. التركيز مسيطر على كل الاجواء، منتظر ان بكره ان شاء الله يكون المؤتمر الصحفي لنادي الزمالك. عايز اقول لحضرتك كابتن شوبير يعني لسه معالم التشكيل بالشكل النهائي ما وضحتش بالنسبه لنادي الزمالك، في بعض الحسابات كده بالنسبه لمستر فييرا اللي بيفكر فيها من وقت للتاني، اكيد في ركائز اساسيه بالنسبه له مستقره عليها وده اللي تابعناه في المباريات الاخيره لنادي الزمالك في بطوله الدوري العام، ولكن من خلال تدريب الفريق غدا ان شاء الله باذن الله يتم الاستقرار على كل المعالم الخاصه بالتشكيل. ملعب المباراه اللي بيتسع ل 25,000 متفرج كابتن شوبير، عايز اقول لحضرتك يعني خلاص تذاكر المباراه يعني نفذت خلاص تماما. عايز اقول لحضرتك كمان يعني الروابط ومشجعي نادي الزمالك بيجهزوا بقى لاجواء جميله جدا جدا من اجل طبعا الظهور بشكل مشرف في المباراه التي ستقام في تمام الساعه 7 بتوقيت القاهره، 9 بتوقيت الامارات. يعني احنا متواجدين امام مقر طبعا بعثه نادي الزمالك زي ما حضرتك متابع وشايف حاله من الهدوء التام تسيطر على ارجاء المكان. ان شاء الله ان شاء الله نشوف مباراه مشرفه كابتن شوبير باذن الله يوم الجمعه باذن الله ان شاء الله. بشكرك يا شريف، شكرا جزيلا. من شريف الى عمرو مختار من امام معسكر النادي الاهلي. مساء الخير يا عمرو، ايه اخر الاخبار عندك؟ مساء النور عليك كابتن شوبير والف مليون سلامه على حضرتك. يمكن هنا من امام معسكر النادي الاهلي، معسكر النادي الاهلي بيشهد يعني هدوء تام وتركيز تام للاعبين والاجهزه الفنيه. يمكن اهم ما النهارده كان في اليوم هو لقاء الكابتن محمود الخطيب والاطمئنان على اللاعبين والاطمئنان وعلى الجهاز الفني، وكانت هناك جلسه بينه وبين الكابتن عمري فاروق الوزير عمري فاروق، ايضا الدكتور محمد شوقي اللي هو رئيس البعثة. الكابتن الخطيب ادى حافز كبير جدا للاعبين لهم، هي مباراة 50 عام على العلاقات المصرية الإماراتية، عايزين نطلع بهذا اليوم بشكل أكثر من رائع بين النادي الأهلي ونادي الزمالك للكرة المصرية. يمكن هذا هذكر أنه 50 عام على العلاقات المصرية الإماراتية بتشهد هو يوم الخميس اللي هو تاني يوم هيبقى الماتش الجمعة. كابتن شوبير أقول لك إن النادي الأهلي مستر كولر يعني كان حريص جدا على راحة اللاعبين فور وصولهم إلى أبو ظبي، يمكن أدى تمرين خفيف ثم أدى تمرين اليوم كان تمرين قوي بدنيا إلى حد ما. يمكن السيطرة هنا على الأجواء يعني مغلقة تام، يعني مستر كولر مغلق العملية هنا تماما، يعني مانع حتى تواجد البعثة الإعلامية وتواجد الصحفيين داخل إقامة النادي الأهلي. كان
رد فعله هو راجل ظريف وبيضحك وراجل يعني زي ما بيقولوا فان، يعني بيتكلم بطريقه اكثر من رائعه. راجل بيقول بس انا عايز تركيز للاعيبتي وانا معاكم تحت امركم في اي حاجه. خليني اقول لك ان هناك بكره يوم شاق، بكره مؤتمر صحفي الساعه 2 لمستر فيرير فيريرا، وايضا الساعه 2:30 مستر كولر. هيتبعوا بقى ثلاث لقاءات يا كابتن شوبير، هي يعني ندوات عن نبذ التعصب وعن 50 عام العلاقات المصريه الاماراتيه وعن الاستثمار في اللاعبين. كلها هيسيطر عليها هي نجوم مصر، يعني نجوم مصر وصحفيين مصر اللي هيناقشوا هذه الندوات. خليني اقول لك الشيء بقى الجميل اللي هو الجمهور، رابطه مشجعي النادي الاهلي في دبي وفي ابو ظبي وفي العين، مش في العين، اجتمعوا في ابو ظبي النهارده هيعملوا حاجه مفاجاه. بيقولوا ان هم هيعملوا دخله مفاجاه، دخله هتكون رساله كبيره قوي لكل جمهور العالم مش جمهور النادي الاهلي. هيكون هناك ايضا كابتن شوبير، هو خلاص التذاكر نفذت خلاص، يعني النهارده تاكدنا ان التذاكر خلاص نفذت. هتكون مناصفه بين جمهور نادي الاهلي وجمهور نادي الزمالك. المهرجان هيكون يعني الاستاد هيفتح قبل المباراه بثلاث ساعات، ثلاث ساعات ده هيكون المباراه هي بتوقيت الامارات الساعه 9، يعني الاستاد هيفتح الساعه 6. هيكون قبلها بثلاث ساعات ايضا هتكون احتفاليه كبيره خارج الاستاد للجمهور قبل دخولهم، وداخل الاستاد هيكون احتفاليه برضو تانية، وهيكون هناك جوائز للجمهور. خليني اقول لك برضو كابتن شوبير ان هنا التنظيم اكثر من رائع، يعني انت مقعدك اهو هتقعد هتخش الاستاد، الاستاد هتخشه في ثلث ساعه الملعب كله هيتملي، يعني في ثلث ساعه بالظبط الملعب كله هيتملي. في اليوم ده ان شاء الله درجه الحراره المتوقع ان هي هتكون في الساعه 9 هتكون حوالي 27 درجه 26 درجه مئويه، وده شيء رائع زي توقيتنا ده. يعني احنا دلوقتي واقفين يا كابتن شوبير درجه الحراره 25 مئويه، الجو اكثر من رائع. يمكن دي بعض او يعني كل الكواليس اللي موجوده هنا امام معسكر النادي الاهلي. بشكرك يا عمرو، شكرا جزيلا. زميلنا العزيز عمرو مختار ومن قبله زميلنا العزيز شريف عادل بين معسكري الاهلي والزمالك لتغطيه لقاء السوبر المصري المقام في الامارات العربيه الشقيقه. تعالوا بسرعه ناخد اختيارات الافضل هذا الاسبوع عشان نطلع لفاصل، بعدين نستقبل كابتن وليد صلاح كابتن سامي الششيني كالعاده. بنبدا بافضل الاهداف. زي ما كان في افضل الاهداف كان في افضل التصديات، والحقيقه اعتقد انه محمود ابو السعود ليه تصديين من الثلاث تصديات الحقيقه اللي موجوده، وكان يستحق الثلاث تصديات محمود ابو السعود. خلينا نشوف التصديات شكلها عامله ازاي. هي كانت هتبقى سابقة لأول مرة أن الثلاث تصديات يبقوا الحارس واحد، لأنه ضربة الجزاء وضربة الرأس اللي أنقذها والتسديدة اللي أنقذها في الشوط الثاني وأنقذ كثير جدا من الأهداف. لكن أحمد الشناوي كمان الحقيقة كنا انتقدناه الأسبوع اللي فات، لكنه كان واحد من أهم أسباب أنه فريقه يطلع بنقطة أمام نادي المصري اللي قدم عرضا ولا أجمل وضاع منه فوز مستحق
على فريق نادي بيراميدز. بالمناسبة طبعا بنتقدم بخالص التعازي للكابتن عبد الله السعيد نجم منتخب مصر ولاعب نادي بيراميدز في وفاة المغفور له والده، ربنا يغفر له ويرحمه يا رب إن شاء الله. أفضل لاعب، أنا سعيد جدا بحصول هذا اللاعب على لقب الأفضل. خالد قمر لاعب طلائع الجيش مصمم على التألق وعلى الوجود ويسجل، وأي نادي الحقيقة بيبقى متواجد مكسب لأي فريق، لكن أفضل مدرب كان مفاجأة هذا الأسبوع. بابا فاسيليو العائد إلى الكرة المصرية من جديد من بوابة غزل المحلة، الحقيقة قدم عرضا رائعا مع الفريق، تعادل في اللقاء الأول مع المقاولون العرب 1-1 وفاز على الإسماعيلي في مباراة الحقيقة لهدفين، لهدف على الأقل ملغي كان صحيح، فأتصور بابا فاسيليو قدم أداء رائعا مع غزل المحلة. وما انساش الحقيقة كمان كابتن صابر عيد المدير الرياضي للفريق. بالنسبة للإسماعيلي بس قبل ما نروح لفاصل، من العيب ان اللاعب محمد عمار الحقيقة مصاب بقاله شهر. ما بص الانهيار بيجي كده، مصاب بقاله شهر، فالولاد عيني بتردد على الدكتور وعلى القصة، وبعدين في الاخر قال لك رباط صليبي بعد شهر. تعرف انت العملية كل ما تتعمل بدري كل ما يبقى افضل، يعني ماشي خلاص امر الله تعمل عملية جراحية. فراح الولد عشان ما بيلعب في النادي، يعني ما فيش سيولة في النادي عشان يعمل عملية. لاعب في النادي الإسماعيلي في الفريق الأول، ولد بروميسنج، ولد ما شاء الله، ما فيش سيولة في النادي عشان يعمل عملية. يقوم كابتن الفريق كابتن طارق الوحش يتبرع بالفلوس عشان محمد عمار يدخل يعمل عملية. عمر طارق الوحش يتبرع بالفلوس عشان عمار يعمل عملية. هل ده مقبول؟ هل ده ده النادي الإسماعيلي والناس تزعل مننا؟ ازعل، عايز تزعل ازعل، لكن دي مش أصول. حاجة محترمة جدا من عمر الوحش، لكن شيء غريب جدا انه يصل الأمر بنادي الإسماعيلي إلى هذا الحد. يعني أتمنى الأمور يتم تداركها سريعا في النادي الإسماعيلي. فاصل أعزائي المشاهدين والمتابعين، بعد الفاصل كابتن سامي الشيشيني، كابتن وليد صلاح الدين.
خلال 18 نسخة سابقة في كأس السوبر المصري التقى الأهلي والزمالك وجها لوجه 7 مرات، وكان تفوق نادي القرن واضحا بخمسة انتصارات مقابل فوزين فقط لفريق مدرسة الفن. المواجهة الأولى كانت بالنسخة الثالثة في 28 من أغسطس عام 2003 وانتهت بالتعادل السلبي، ثم توج الأهلي بقيادة البرتغالي توني أوليفيرا باللقب لأول مرة بركلات الترجيح على حساب مواطنه نيلو فينغادا. بعد 5 سنوات تجدد الموعد بين العملاقين في النسخة الثامنة، وفرض الأهلي تفوقه بثنائية أحمد حسن والمعتز بالله إينو، وأضاف اللقب الخامس في يوليو 2008، ثم توج بالسوبر للمرة الثامنة في 14 من سبتمبر عام 2014 بركلات الترجيح في سيناريو حبس أنفاس الملايين. في النسخة 13 التي أقيمت على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين بدولة الإمارات، واصل الأحمر تفوقه وأضاف اللقب الرابع على التوالي والتاسع في تاريخه بعد تفوقه بثلاثية عبدالله السعيد ومؤمن زكريا مقابل هدفين لعمر جابر ومحمود كهربا في أول سوبر للزمالك تحت قيادة مديره الفني الكبير جيزوالدو فيريرا. رد البلانكو تأخر لأكثر من 13 عاما، لكنه جاء في نهائي النسخة 14 في شهر فبراير 2016 عندما أضاف اللقب الثالث على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة بفضل ركلات المعاناة الترجيحية. المارد الأحمر لم يتأخر في استعادة زمام التفوق ونجح في إحراز لقب النسخة 16 بفوزه ب3 أهداف مقابل هدفين على ملعب الجيش ببرج العرب في 20 من سبتمبر عام 2019 في واحدة من أقوى مواجهات الكبيرين في السوبر كلاسيكو. أخيراً ابتسمت ركلات الترجيح للزمالك في آخر سوبر أمام غريمه الأزلي عندما كرر سيناريو 2016 بكل تفاصيله وحسم اللقب الرابع في تاريخه على ملعب محمد بن زايد في 20 من فبراير عام 2020. اهلا بحضراتكم من جديد اعزائي المشاهدين والمتابعين. خلينا نرحب بالضيوف اللي منورني ومشرفني. كابتن وليد صلاح الدين، مساء الفل يا كابتن وليد. حبيبك كابتن شوبير، والف مليون سلام. الله يسلمك يا رب، دايما بصحه، منور الدنيا، ربنا يخليك. كابتن سامي الشيري، مساء الفل يا كابتن سامي. مساء الخير يا كابتن، اخبارك ايه؟ الله يسلمك، ربنا يخليك. المباراه هي مباراه الزمالك، وبالتالي نبدا بسامي الشيشيني. سوبر، هل سوبر المره دي من نوع خاص يا كابتن سامي؟ هل انه بيتلعب بدري شويه؟ يعني السنه اللي فاتت السوبر اتلعب متاخر، كان في دربكه ولخبطه. هل الدنيا اتظبطت شويه؟ كل فرقه لعبت في افريقيا، كل فرقه لعبت مباراتين في الدوري العام، السوبر مش بعيد كما كانت العاده في الدوري المصري او في المسابقات المصريه، ده يدي للبطوله رونق وبريق. وهل شايف انه الترتيبات الاعداد للفرقتين ماشي بشكل كويس؟ طبعا بدايه كابتن، يمكن المباراه طبعا انت عارف هي بطوله خاصه طبعا، يعني انت عارف الزمالك والاهلي او الاهلي والزمالك، مباراه من مباراه واحده بتعتبر بطوله طبعا. دي بتقعد عليها فترات كبيره جدا، جمهورك بيبقى فرحان، انت بتبقى فرحان، بتدي ثقه للكل سواء مدرب لعيبه جمهور. فللفرقتين هي مباراه صعبه. ليه صعبه؟ لان هي بدايه موسم، وانت عارف وليد، عارف ان التجهيز البدني ده اهم حاجه. صحيح. في كل حاجه. يعني التجهيز البدني والتكتيكي، هو الفرقتين منظمين جدا، لو هنتكلم على كل فرقه لوحدها تكتيكيه منظمين جدا وهنتكلم عليها برضو، ولكن البدني انا شايف الزمالك افضل بدنيا، لان الزمالك بدا بدري. الزمالك لعب مباراه اللي هي السوبر المصري السعودي. الزمالك لعب تمهيدي القطري
السعودي اسف فقط اسف قطر سوبر ولعب التمهيدي بتاع بطل تشاد وبعد كده لعب ال 32 وبعد كده لعب الماتشين بتوع الدوري. الاهلي بدا 32 في دوري في دوري على طول لعب اربع ماتشات. الزمالك لعب سبعه. الزمالك اجهز عنده الدكه بتاعته جاهزه ما عندوش اصابات. يمكن الاهلي نفس الموضوع الونش بس بس يمكن احنا نتكلم لما نتكلم على الماتش نفسه. لكن الونش هنا وفي الناحيه الثانيه هنشوف ديانج. لكن مباراه صعبه جدا. الزمالك انا شايف تجهيزيا افضل وهنتكلم برضو لما نيجي الموضوع لكل فرقه لوحدها. لكن بدايه موسم هي صعبه. انا بعتقد انها صعبه على الفرقتين. الزمالك تجهيزيا افضل تتفق مع الكابتن سامي الشيشيني. الاهلي عنده مدارس كتيره، موسيماني وبعدين سوارش وبعدين كولر، حاله من الرضا عن كولر في الشارع الاهلاوي. فريرا قاعد يعني متسلطن في قلوب جماهير الزمالك، لكن كولر بطاقه تعارف، شهاده اعتماد، اوراق اعتماد بيحاول يقدمها من خلال هذا اللقاء. هل الاربع مباريات خاصه كان في مباراتين قدام تونس، يعني تاني الدوري التونسي اتحاد المنستير فريق مش قليل، ثم الفوز على اسوان بعرض لم يكن جيدا وفوز على الاسماعيلي بعرض كان جيدا، هل ده بيدي اطمئنان شويه لجماهير الزمالك ولا تتفق مع الكابتن سامي ان الزمالك اجهز؟ هتفق في حاجات وهختلف في حاجات. يلا. هختلف في فكره الجاهزيه. نعم. او الناحيه البدنيه. انا شايف لعيبه الاهلي بدنيا واقفين على رجلهم بشكل كويس قوي قوي، يعني في الاربع مباريات كميه الجري كتير جدا، الالتزام التكتيكي كتير جدا. كنت اتمنى طبعا ديانج يكون موجود لان ديانج احسن لعيب في الاربع مباريات. ده صحيح. لكن شايف جاهزيه الفرقه بالعكس. انا شايف ان في تناغم وتجانس جدا بين عبد المنعم وبين متولي. نعم. شايف ان علي معلول واكرم توفيق حالتهم البدنيه عاليه جدا. نعم. حمدي فتحي والسوليه شايف ان لا بالعكس، انا شايف ان الجاهزيه البدنيه عاليه جدا. لكن هتفق مع سامي في حاجه، ان خصوصا الجزء الامامي مفيش شويه استقرار فني فيه، التجانس شويه لسه ما حصلش. بحكم موجود في الزمالك، موجود في الزمالك. نعم. اكتر لان بحكم الناس بتلعب مع بعض بقالها كذا سنه، سيف الدين الجزيري، امام عاشور، زيزو، شيكابالا، كلهم موجودين. حتى نعم. الوافدين الجدد مش هتلاقي منهم، ممكن ما تلاقيش كتير. نعم. على الفرقه ممكن واحد ولا حاجه في نص الملعب، يعني مش هيبقى فارق قوي. لكن في الاهلي لسه انت مدخل شادي حسين. نعم. مدخل برونو صافيو. نعم. اتنين عناصر جديده، بدات مره بشريف، بدات مره بشادي، بدات مره ببرونو، مره المباراه اللي فاتت قفشه. طاهر طبعا ابتدى وبعد كده غير لعبت حسين الشحات. اكرم او كريم فؤاد تغييره بيحبها مستر كولر. وأداها بشكل كويس في الاسماعيلي، لكن في اسوان مش احسن حاجه. نعم. الفكره بس الجزء الامامي عند النادي الاهلي شويه مفيش تجانس. نعم. علشان كده تحس ان كتير من الاهلاويه، هل الاربعه اللي هيبتدوا قدام هو طاهر يمين؟ طاهر مؤكد. لو طاهر مؤكد يبقى خلاص الاربعه يعني بنسبه كبيره، يبقى طاهر وعبد القادر وبرونو صافيو وشادي. نعم. بنسبه كبيره. طيب في ناس تانية تروح لفكره ان محمد شريف وقفشه يتالقوا جدا في مباريات الزمالك. نعم. فيقول لك ليه ما يبقاش طاهر وعبد القادر وقفشه وشريف. نعم. وخلي شادي وبرونو معايا. هي الحته دي اللي شويه فيها عدم تجانس. فبتفق مع سامي في جزء، لكن اختلف في اللياقه البدنيه. بالعكس اربع مباريات حطوا الفرقه بدنيا بشكل كويس، مفيش حد جات له اصابات لغايه اخر لحظه. النادي الاهلي بيأدي بشكل بدنيا عالي جدا. كانت مفاجاه اصابه ديانج بالنسبه لك جدا. نعم. وكانت مفاجاه انها تبقى شد في الخلفيه. نعم. يعني هو لعيب كبير عمرها ما جات في عز الازمه والطحن بتاع الماتشات والسفر والرجوع ما جاتلوش. وغير كده كمان يا كابتن شوبير وسامي طبعا يعرف الجزئيه دي، انا الشد عشان يجي لك او انها تتمزق بتعدي بمراحل. صحيح. في مرحله اسمها الاجهاد، في مرحله اسمها التقل. مظبوط. انا المفروض ديانج لعيب كبير كان اول ما تتقل. عايز اقول لك المفاجاه ان هو راح النادي تاني يوم، يعني هو ما بين الشوطين اشتكى للراجل كده، يعني قال له ما معناها انها يعني تقيله شويه، قال له بس هكمل يعني. فالراجل قال له لا ريح، قال له لا هكمل، قال له لا ريح. فلما راح النادي تاني يوم فهو رايح على اساس انه هيتمرن، يعني انه خلاص الدنيا كويسه. فالدكتور بيكشف عليه فقال له ده في حته تمزق صغيره. فلدرجه ان هو نفسه مستغرب، يقول لك تمزق ازاي، انا عايز انزل اتمرن. فهو نفسه هو نفسه مذهول انه عنده. طبعا الاشاعات ما بتكذبش في هذا الامر يعني، لكنه الامر نفسه انضاي في الزمالك يا كابتن سامي. والولد برضو لما ظهر بيجري
بس الاثنين السمر دول معروف ان السمر يعني من الصعب تكون الاصابات، ديانج في النادي الاهلي ونضاي في نادي الزمالك برضه، هل شايف غيابه سهل؟ لسه ما لعبش كتير لكن كان واضح انه الراجل مهتم بشويه. آه لا هو نعم. هو خد الثقه بدري. نعم يعني هو كمان عمل ماتشين كويس قوي جاب اهداف، خد ثقه الجمهور، اندمج مع اللعيبه بدري. الراجل من الناس اللي اول ما جه حطه على طول، صح. يعني هو الوردي حطهم على طول، فبالتالي كان في ثقه فيه. هو من اللعيبه المميزه اللي عندها ميزه ان هو عنده مهاره وعنده سرعه. نعم. وبعدين عنده ميزه انه بيكمل جوه ال 18 على طول. صحيح. يعني اول كل العرضيات ليه جوه ال 18، فدي ما بتبقاش موجوده كتير في لعيبه بالذات اللي بتاعت تحت الفيرود. نعم. في بعض اللعيبه تلاقي شغلها كله من تحت من بره، لكن ده على طول بتيجي داخل على طول جوه ال 18. فهيفرق في المباراه دي طبعا، هيفرق الوينش بنسبه كبيره. نعم. لكن عايز اقول لك ان الراجل عنده ميزه يا كابتن شوبير ان هو عنده بديل كتير. نعم. في كل الاماكن، او بحاول يصنع حتى لو فيش بديل هو بيصنع، صنع البديل. اه يعني بنتكلم على كده، لكن هو هو طبعا هيفرق نضايق، هيفرق. نعم. الوينش بنسبه كبيره. نعم. جدا. لكن الزمالك بعتقد عنده مخزون من اللعيبه يقدر يكمل كويس في المباراه دي. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين والمتابعين ونكمل مباراه السوبر الزمالك والاهلي بعد غد الجمعه في الامارات العربيه الشقيقه باذن الله. انطلقت مسابقة كأس السوبر المصري عام 2001 بمواجهة الزمالك وغزل المحلة على ملعب القاهرة الدولية، والذي استضاف نصيب الأسد في نسخها 18 السابقة بواقع 10 مرات مقابل 3 مرات لملعب الجيش ببرج العرب، آخرها نهائي النسخة السابقة بين الأهلي وطلائع الجيش، ومرة واحدة لملعب عثمان أحمد عثمان في 2005 عندما توج الأهلي باللقب على حساب إنبي بهدف وائل جمعة. ولأول مرة في تاريخها خرجت المباراة خارج حدود مصر في 2015 عندما استضافتها دولة الإمارات وبالتحديد ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين، وتفوق فيها الأهلي على الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين بصافرة الدولي الإسباني كارلوس كاربايو. في النسخة التالية تجدد الموعد بين العملاقين على أرض زايد الخير في 2017 عندما استضاف ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة القمة التي توج فيها فريق مدرسة الفن بثالث ألقابه بفارق ركلات الترجيح بعد التعادل بدون أهداف تحت إدارة الحكم أتشيكي بافيل كرالوفيتش. وللمرة الثانية استضاف ملعب هزاع بن زايد مباراة السوبر بين الأهلي والمصري في يناير 2018، وكان الفوز من نصيب المارد الأحمر أيضا بفضل هدف المغربي وليد أزارو في المواجهة التي أدارها الإماراتي عمار الجنيبي. ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة عاد واستضاف الكلاسيكو في النسخة 17 في شهر فبراير 2020، وتكرر نفس سيناريو 2017 عندما انتهى اللقاء بالتعادل السلبي، وابتسمت ركلات الترجيح للزمالك ليضيف رابع لقب له في البطولة. ترى هل ينجح الأهلي في استعادة اللقب على ملعبه المفضل بمدينة العين ويضيف ثالث ألقابه في الإمارات والثاني عشر في تاريخه، أم يتوج الزمالك باللقب الخامس له في البطولة والأول على ملعب هزاع بن زايد؟ بالتأكيد موضوعنا الرئيسي هو لقاء السوبر بين الزمالك والأهلي، لكن اسمحوا لي بس فريق الأسبوع ما كناش قلناه بعد هذه الجولة، ففريق الأسبوع محمود أبو السعود عمل أفضل مبارياته على الإطلاق، جاب نقطة أكيد يا كابتن. اتفرجت على الماتش. أنا مش هاي طبيعي. هو ده أبو السعود اللي هو كان بتاع المنصورة. برافو عليك. يعني هو ده أبو السعود بتاع المنصورة. برافو عليك.
عمل مباراة يعني حتى لما يصدهاش العرضة بتصد. يعني هو فيش مشكلة يعني. هو كان في توفيق كبير جدا في المباراة دي، اتنين في العرضة وهو بيطلع وضربة جزاء. نعم. كريم العراقي عدل مستواه مع النادي المصري، محمد عبد المنعم الاهلي، سعد سمير فيوتشر، احمد ابو فتوح زمالك، محمود حماده فاركو، محمد اشرف رؤى زمالك، احمد الشيخ غزل المحله، اثنين من الاتحاد السكندري لاول مره من فتره طويله، ابراهيم حسن واحمد عادل، وخالد قمر من طلائع الجيش. ده فريق الاسبوع. طيب كابتن سامي، تشكيله الزمالك المتوقع. بص يا كابتن، هو طبعا الراجل عنده ميزه كبيره جدا، ان الراجل ما بيحبش يغير كتير في التشكيل. نعم. هو خلاص بقى، وبعدين ما بيفرقش معاه مين اللي غايب. خلاص عنده مجموعه لعيبه موجوده، من مصاب من غايب، بيقدر يولف توليفه مع بعض. صحيح. انا شايف يمكن في ناس كتير ان المستوسي ده يعتبر من افضل اللعيبه الموجوده في الفرقه. نعم. ده بيغير بالطريقه بشكل كبير جدا. يمكن الناس كلها بترمي على الوينش، بترمي على امام، بترمي على زيزو، لكن المستوسي ده لما تيجي تبص لطريقه اللعب اللي بيغيرها الراجل ده، بقى ده اللي بيغير الطريقه. لو دخل لجوه بيبقى مساك، لو فتح لبره بيحاول الطريقه تبقى اربعه. نعم. بدل ما تبقى خمسه خمسه ورا بتبقى اربعه، ودي الميزه روح زائق فيه قدام، يا اما عمر جابر يا اما بنتكلم عن نيمار. فانا شايف التشكيل هيبقى المستوسي. نعم. الاول عواد حراسه المرمى. عواد لان عواد راكب، يعني احنا بنتكلم عواد راكب في خلاص. بس الحقيقه لازم اقف معاك شويه عند عواد. الماتش يعني اللي فات لا، البدايه كمان مهزوزه يعني، حتى افريقيا الماتشات السهله يعني لا، مش عواد يعني، عواد اللي نهى السنه اللي فاتت على افضل ما يكون، مش بادي على افضل ما يكون، قد تكون المباراه دي عوده ليه من جديد على فكره يا كابتن. والفرقه نفسها يعني برضه النهايه بتاعت الموسم اللي فات مش هي البدايه بتاعت السنه دي، لكن الميزه ان الزمالك بيعرف يكسب. صحيح. الميزه ان عنده تنوع الهدافين خلال الماتشات اللي فاتت. صحيح. النهارده انا بتكلم عواد حارس مرمى. نعم. المستوسي، بتكلم على حسام عبد المجيد، وحسام عبد المجيد لانه عنده ميزه كبيره يا كابتن شوبير، ان في الضربات الثابته بيبقى بيقلق اي فرقه بيبقى موجود فيها. مزبوط. فده بتديله الاولويه بالرغم ان الزناري كان هايل الماتش اللي فات، كان كويس لحد ما، لكن انا بقول المستوسي بنتكلم على حسام عبد المجيد، محمد عبد الغني، ناحيه اليمين عمر جابر، ناحيه الشمال فتوح، اثنين نص ملعب. هو بقى الاختلاف ده اللي انا بالنسبه لي. هو طبعا انا شايف عمرو السيسي هايل. نعم. ولعب ماتشات كتير ضد النادي الاهلي وقوي. بس هو هيبقى فيه الوردي. نعم. زي ما هو راكب الفتره اللي فاتت واساسي. بنتكلم جنبه بقى فروقه اللي هو ماشي بشكل كويس قوي. نعم. قدام امام. ايوه. بنتكلم زيزو والجزيري. دي التشكيله الاخرى. تشكيله النادي الاهلي يا كابتن وليد. محمد الشناوي. نعم. اكرم توفيق يمين، وعلي معلول شمال، السردباكين متولي ومحمد عبد المنعم. نقف عند متولي شويه. حاجه كانت مفاجاه كبيره انه الراجل يبدا بمتولي، لكن المفاجاه الاكبر هي المستوى اللي قدمه متولي يا كابتن. متولي لعيب كبير يا كابتن شوبير، بس الاصابات والغيابات و انه يرجع بالشكل ده وبالطريقه دي وبالثقه دي، هي ادى انطباع جيد مليون جدا في المية. نعم. وعندك كواليتي لعيبه النادي الاهلي في فتره اعداد وبعد راحه، يقدروا يقنعوا اي مدير فني. نعم. يعني ممكن مدير فني يقتنع بياسر ابراهيم جنب محمد عبد المنعم، ممكن مدير فني تاني يقول لك لا انا عايز سردباك اشول زي ايمن اشرف يلعب ناحيه الشمال واحط جنبه حد تاني، ممكن حد تاني. صحيح. يقتنع برامي ربيعه، ممكن حد. هو الراجل اقتنع بمتولي، مع ان متولي وعبد المنعم الاثنين في سن البطء نفس الاسلوب. بس. نعم. عندهم كوره. كوره. فواضح ان الراجل بيحب لعيبه الكوره، ان الهجمه تبتدي من تحت. تمام. هجمه النادي الاهلي على طول من الشناوي لمحمد عبد المنعم او لمتولي، ونطلع بهجمه منتظمه. نعم. نص الملعب طبعا في غياب ديانج، حمدي فتحي والسوليه. نعم. حمدي اللي هيثبت، والسوليه اللي هيروح ويجي هيبقى رقم 8. المشكله بقى اللي قدام. نعم. زي ما قلت لحضرتك، الطبيعي ان احنا نرجع لأحسن سيناريو هو بيفضله الراجل، ان طاهر يمين، عبد القادر شمال، برونو صافيو، شادي حسين غالبا هتبقى كده، معرفش الله اعلم. يعني هو برضو ممكن يرجع لمباراه الاهلي والزمالك الاخيره. نعم. فيشوف ان محمد شريف يعني مش عايز اقول محظوظ. نعم. موفق جدا في مباراه الزمالك. ده صحيح. واحد من الهدافين. نعم. في مباراه الزمالك، فممكن يبتدي بمحمد شريف ويخلي شادي، الله اعلم. ممكن برونو صافيو، لان دي مباراه قمه برضو لسه مش حافظها قوي. قفشه رجليه دايما في مباراه الاهلي والزمالك بيبقى. نعم. واحد من احسن اللعيبه، هيعمل ايه الله اعلم. لكن برضو بمعرفتنا بالاجانب شويه او قربنا من تفكيرهم، لا هيبقى طاهر، محمد طاهر، عبد القادر، برونو صافيو، شادي. هل تكون مباراه البدلاء؟ مليون في المية. مليون في المية. مين بدلاء الأهلي اللي ممكن يفرقوا؟ يعني أنا هقول لك بقية اللي احنا الأسماء قلنا عليهم يعني بقية الأسماء. يعني أنت قلت التشكيلة الأساسية، اللي مش موجودين بقى اللي أنت ما قلتهمش، يعني عندك علي لطفي، مصطفى شوبير، أيمن أشرف، عندك ياسر إبراهيم، محمد هاني، كريم فؤاد، كويس. بعدين عندك محمد فخري، كوكا،
ما نقدرش نقول قفش اساسي ولا لا، برونو صافي وطاهر، حسين الشحات، بيرسي تاو، وحسام حسن، ومحمد شريف اذا ما كانش اساسي. دول الناس اللي ممكن يكونوا على الدكه يعني. بص انا علمت على اربعه. يلا. كريم فؤاد، كريم. تغييره مهمه. نعم. قفشه طبعا اثنين. ايوه. لو ما بدأش. لو ما بدأش. محمد شريف. شريف. ثلاثة. لو ما بدأش برضه. بيرسي تاو. بيرسي تاو. أربعة. حسين الشحات. خمسة. تمام. دول الخمسة اللي بنسبة كبيرة جدا ممكن يكون ليهم تواجد، على حسب طبعا سيناريو اللقاء، وعلى حسب التألق، وعلى حسب النتيجة، وعلى حسب الحالة الفنية. نفس السؤال بالنسبة لنادي الزمالك يا كابتن سامي، مين من البدلاء شايف انه هيبقى له القدرة على تغيير نتيجة المباراة؟ وأنا على فكرة بتفق مع الكابتن وليد انه البدلاء هيبقى لهم دور مهم جدا في هذا اللقاء. والزمالك كابتن برضه البدلاء، لان الراجل بيتكلم البدلاء في المباراه، انا بتكلم بصفه عامه. الزمالك عنده ميزه ان الراجل عنده تحولات كتير جدا في طرق اللعب. نعم. يعني الراجل خلال الفتره اللي فاتت بيبدا بطريقه، صحيح. خلال المباراه حولها مش اقل من مرتين ثلاثه كمان. نعم. يعني 3 4 3 وبعدين 4 3 3 وبعدين 5 3 2 صحيح، وبعدين 4 ده في مره عمل 4 2 4 كان شيكابالا. نعم. قدامه كان زيزو لو تفتكروا، وسامه وسامسو كل واقف على قدامه. نعم. بيلعب على المرتدات. فالراجل عنده ميزه ان هو بيعرف يقرا الجيم كويس قوي، كويس. فبيعرف يختار البديل اللي يحاول بالطريقه. يعني هو لما بيبقى عايز يبدا بشيكابالا بيروح مقفل له اول نص الملعب. شيكابالا بديل جيد، لكن في وقت من الاوقات لو تفتكر حضرتك ماتش لا في وقت ماتش الاهلي لو تفتكر حضرتك اللي هو بتاع الماتش بتاع الكاس ما لعبوش. نعم. خالص. نعم. والاسماعيلي بتاع 1-0 السنه ما لعبوش خالص. نعم. الملعب محتاجه ولا لا؟ لكن أيوة. عندك نيمار، عندك سامسون، عندك واحد هو الراجل بيديله لما يكون مضغوط يا كابتن يوسف اسامه نبيل. وده الراجل، صح. الراجل بيديله في فترات لما يكون الزمالك مضغوط قوي بيعمل هجمه مرتده كويس قوي. أيوة. بيحوله الطريقه وده اللي حصل في مباراه الاهلي لو حضرتك تفتكر 2-2 هو اللي عمل الفرق. صح. لما نزل في الحته دي. فده برده من البدل اللي بيبقى موجودين. سامسون خلاص بعتقد ان هو خلاص بقى الراجل يديله في الماتشات اللي فاتت مكان الجزيري وبينزله على قدام. فانا شايف نيمار من الناس اللي ممكن تبقى بديل. شيكابالا، سامسون، يوسف اسامه نبي، وشيكابالا طبعا الناس. تمام. خلينا نروح لفصل، بعد الفصل هنتكلم على طريقه اللعب الامثل لكلا الفريقين. يلا بينا يا كابتن سامي نقول للكابتن وليد كل سنه وانت طيب. النهارده بقى اللي هو هل علينا يعني الخميس عيد ميلاده، مش هنقول الكام. كل سنه وانت طيب يا كابتن وليد. حبيبك يا كابتن شوبير. الدنيا بتجري. سبحان الله. انت اللي مجوزني فاكر؟ انا اللي مجوز وليد، انا اللي مجوز هادي فاكر؟ والله سبحان الله الدنيا دي كابتن شوبير اللي عامل لي الفرح كله.
عملنا له فرح تحفه. يقول لي عايز عادل امام، اقول له جيب لك عادل امام منين يعني؟ عايز نور الشريف. وجابهم كلهم، فاروق الفيشاوي وعادل امام ونور الشريف واسماء كبيره كتيره جدا، معظم نجوم الفن والناس اللي جت غنت والناس انه نجم جميل. كل سنه وانت طيب يا كابتن وليد، ربنا يخليك قبل 100 سنه صحه وستر يا رب. اهم حاجه الصحه والستر يا رب دايما ان شاء الله. تشكيله الزمالك قلناها، بنتكلم على طريقه اللعب. يلا بص يا كابتن، هو الراجل بيبدا على طول ب 3 4 3 ماشي طريقه اللعب. لا قول لي 3 كذا، هو 3 بنتكلم على حمزه ايوه وحسام عبد المجيد وعبد الغني. عبد الغني شمال، عبد الغني شمال، حمزه يمين. لا اللي بيشمال حسام عبد المجيد. ماشي. عبد الغني هو اللي بيبقى ماشي في النص وعلى اليمين المسلوسي. وبعدين بيبدا ب 4 نص ملعب. بنتكلم على عمر جابر. نعم. بنتكلم على الوردي، بنتكلم على رؤى ايوه وفتوح. حلو. دور رباعي بيبدا بتلاته بقى بامام، امام وزيزو والجزيري. الراجل عنده ميزه يا كابتن، بيقرا الجيم. لما بيبدا المباراه ولقى الطريقه مش ماشيه معاه او مضغوط بيروح محولها مخلي المسلوسي باك يمين ويلعب أيوة. باربعه. وبعدين يروح مدخل عمر جابر جنب الوردي جنب رؤى، يبقى 4 3 3. تمام. ده حسب مجريات اللقاء، لان هو برده لو لقى نفسه مضغوط قوي والفرقه مضغوطه بيروح حاول طريقه على طول. فدي بتدي اللعيبه خلاص، بتدي ثقه ان كمان عمر جابر بيكمل هو والوردي، واستنى رؤى قدام المساكين ويحاول الطريقه تبقى 4 3 3. فدي الميزه في وجود المسلوسي، الوحيد اللي عنده الميزه انه يحاول طريقه على طول. حمزة المسلوسي. هو الراجل في كل الماتشات اللي موجوده من الناس الاساسيه، حتى لما بيبقى جاي من غياب بيبدا باساسي. فالراجل انا بعتقد ده من اوراق الرابحه. والراجل عنده ميزه خلال اللقاء يا كابتن شوبير، ان هو ما بيقف قاري. بيقف قاري قوي. ومركز قوي. وبعدين لما بيتضغط، وده حصل في ماتش الهلال السعودي، لما ضغط اول شوط الاول راح مطلع شيكابالا ومحاول الطريقه ولعب 4 1 4 1 وضغط من قدام. حصل. فحصل ان الزمالك تحول من دفاع لهجوم. صحيح. وهو في مباراه الاهلي لو تفتكر في الكاس ضغط على الاهلي من قدام، بالرغم الناس كلها كانت متوقعه ان هو هيدافع. راح جاي ضغط من بدايه اللقاء وقدر ان هو يجيب هدفين. خلص الماتش بدري. صح. فدي الميزه في الراجل، ان التحولات عنده وطرق اللعب مختلفه، واللعيبه اللي معاه بتعمل له المرونه. طيب. التكتيكيه. نروح للنادي الاهلي. النادي الاهلي 4 2 3 1 مع مستر. يلا بالاسماء والمراكز. اكرم طبعا وعلي معلول ومتولي. هل في فرصه ان اكرم انه يخش في وسط الملعب وكريم يلعب بكرايت او محمد هاني ولا صعب؟ لا صعب. صعب لانك انت عندك اثنين دوليين، حمدي. نعم. فتحي والسوليه، وبيقوموا بدورهم كاروع ما يكون. تمام. انا عايز بس النادي الاهلي كابتن سامي قال تشكيل نادي الزمالك. نادي الزمالك هيلعب 5 3 2 او 3 4 3 زي ما تحسبها، بس نادي الزمالك مزود العدد ورا ومزود العدد في نص الملعب. فهيلعب على المساحات ورا خط النادي الاهلي. انا عايز بس او يعني بنحلل قصدي ان لعيبه النادي الاهلي وهم بيهاجموا ياخدوا بالهم جدا من المساحات في خط ظهرهم. يعني لو جبنا، معلش انا اسف، لو جبنا الهدف الاولاني اللي في سيراميكا كليوباترا، نخلص بس هدف الاهلي واجيب لك الجول. هيبان جدا جدا ان مستر فيريرا بيلعب على الجزئية دي، مهمة جدا. نعم. وعملها في مباراة الأهلي اللي نادي الزمالك كسبها. نعم. في الكاس، وبيعملها على طول ما بين الباك والسرد باك. نعم. فنادي الزمالك بيكتل دفاعاته قوي وبيكتل نص ملعبه، هيلعب 5 3 2. نعم. لكن لما يقطع الكرة، بص يا كابتن، ديت ده النموذج اللي بيلعب عليه نادي الزمالك. هتيجي هنا على الشمال، بص بقى إمام هيقطع فين، بص دي هي دي بين الباك والسرد باك. نادي الزمالك مستر فيريرا مدي تعليمات لكل خط الدفاع، يعني الكره لو راحت للمسلوسي بيحطها لسيف الدين الجزيري بين الباك وبين السرد باك. كره لو راحت لفتوح بيحطها بين الباك والسرد باك لزيزو. او لامام عاشور اللي بيقطع. فالنادي الاهلي 4 2 3 1 خطه هجوميه، طريقه هجوميه فيها جراه شديده جدا، انك تلعب بثلاثه تحت الفرود، كمان بيضغط ضغط عالي بطول. نعم. الملعب. لكن المشكله الحقيقيه ان الكره لما تتقطع لازم تاخد بالك كويس جدا جدا من القطع ده. برافو عليك. الشباب بيربطوا. نعم. نفس الكلام شيكابالا خاصه ان ديانج مش موجود. برافو عليك. كان اكتر واحد بيرد بسرعه. مهم جدا. نعم. كمان ان رده علي معلول. نعم. ورده اكرم تبقى سريعه. نعم. خصوصا في ظل ان محمود متولي وعبد المنعم ممكن يبقى فيه سن بطء. نعم. فهنا النادي الاهلي اذا خد باله من الحته دي، النادي الاهلي من وجهه نظر يمتلك. نعم. نسبه كبيره جدا من الاستحواذ. من الناحيه الهجوميه هيبقى على طول اكثر عددا في القدره الهجوميه،
يعني النادي الاهلي اهو مش الشناوي بيسلم نعم. عبد المنعم صحيح لسه في بطء شويه في التحضير، لكن في الاخر الاسماعيلي سايب لك، لكن الناس بتتحرك بشكل كويس جدا، كل لعيبه النادي الاهلي فاضيه. بص عنده واحد واثنين وثلاثه يقدر يلعب معاهم. بص الناس بتنزل مستريحه جدا وهي بتستلم، لقيت الدنيا مقفوله هيرجع تاني هيدور الكره تاني، قفشه هيرجع تاني، ديانج لقى الدنيا مقفوله هيرجع تاني لقفشه، يعني الدنيا كويسه بساط والنادي الاهلي بيتحرك بين الخطوط بشكل كويس قوي. نعم. لكن في الاخر كام واحد بيهاجم؟ 7-8. نعم. فلو اتقطعت الكوره الرد السريع، انا مش فاكر جبنا حاله مع اسوان تقريبا او مع الاسماعيلي اتقطعت في نص الملعب، انا قلت كده في الاستوديو بالظبط وكان معايا الدكتور طه اسماعيل طبعا قلت الكره دي لو اتقطعت في مباراه الزمالك لا التحول هيبقى غير. طبعا الكره اتقطعت كان تقريبا اسوان واتعملت عند علي معلول بعد كده اتقطعت. نعم. لكن الكرة دي لو اتقطعت في مباراة زمالك لا الردة هتبقى مختلفة، امكانيات اللعيبة امكانيات كواليتي مختلف. فبالتالي هو انا عايز اتكلم في حاجة، الميزة في نادي الزمالك ان الثلاثي الامامي سرعة جدا، وميزة ان ارتداد زيزو وامام قوي جدا الاثنين. نعم. بيعرفوا يدافعوا كويس قوي، وعندهم الانتشار الهجومي اللي بيقطع الكرة سرعة جدا. نعم. ودي الميزة، وعندهم الشفتات بيغيروا عشان يخلقوا نفسهم مساحة، ودي مش موجودة في سافيو. سافيو ما عندوش الالتحامات او الشراسه. نعم. في الالتحام او قفشه نفسه ما عندوش القوات الدفاع القدرات الدفاعيه. احمد عبد القادر نفس الموضوع ما عندوش القوه، يمكن طاهر شويه اقوى شويه. صحيح. عشان كده هو المفضل لدى الرجل. الزمالك لما يبقى الوردي ورؤى وزيزو وامام ودول بيردوا على نص الملعب بسرعه جدا، ده بيعمل قوه في نص الملعب نادي الزمالك. المساحات بتتقفل. الراجل عنده ميزه يا كابتن ان هو بيقرب الخطوط قوي. خطوط على طول متقاربه من بعض. صحيح. فعشان كده هو بيقفل المساحات سواء بنتكلم على الاطراف او العمق مع الارتداد السريع والانتشار السريع. عمر جابر وفتوح على طول اول ما بتقطع بتلاقيهم منجين، ودي ميزه يروح ضامم زيزو وامام مع الجزيري. فالفرقه تكتيكيه منظمه، حافظين الراجل بشكل كبير جدا، الراجل ما لعبش في التشكيل. زي ما قلت لك يا كابتن شوبير بيحاول الطريقه في ثانيه. صحيح. بيختار التغييرات والاوراق في ثانيه. فانا شايف ان فرقه الزمالك غير الفتره اللي فاتت لا تكتيكيا وتنظيميا هم افضل. خلينا نروح لفاصل اعزائي المشاهدين والمتابعين ثم نعود من جديد. انضمت بطولة كأس السوبر لقائمة المسابقات الرسمية في مصر سنة 2001 وتوج الزمالك بلقب النسخة الأولى على حساب غزل المحلة. 5 أندية فازت بالبطولة على رأسها الأهلي ب11 لقبا، ثم الزمالك بأربعة ألقاب والثلاثي المقاولون العرب وحرس الحدود وطلائع الجيش بلقب واحد فقط لكل فريق. 33 هدفا استقبلتها الشباك في 18 نسخة سابقة بمتوسط 1.8 هدف في كل مباراة، علما بأن مباراة المقاولون والزمالك في 2005 شهدت 6 أهداف وهو أكبر رقم في نهائي إحدى النسخ. عبد الله السعيد الهداف الأول لكأس السوبر برصيد 3 أهداف سجلها جميعا من علامة الجزاء بواقع هدف أمام إنبي في 2012 وثنائية في الزمالك 2015. حسمت البطولة بركلات الترجيح 6 مرات، أولها بين الأهلي والزمالك في 2003 وآخرها في 2021 بين طلائع الجيش والأهلي. كل المباريات التي حسم فيها البطل اللقب بركلات الترجيح انتهت بالتعادل السلبي باستثناء النسخة 7 في 2007 والتي شهدت تعادل الأهلي مع الإسماعيلي بهدف لمثله. كان التفوق في السوبر من نصيب بطل الدوري 10 مرات، أولها للزمالك في 2001 وآخرها للأهلي في 2018 مقابل 8 مرات توج فيها بطل كأس مصر أو وصيفه، آخرها لطلائع الجيش في النسخة الماضية. الحكم محمد فاروق الأكثر ظهورا في السوبر برصيد 3 مباريات آخرها في 2014 بين الأهلي والزمالك
ثم جمال الغندور وعصام عبد الفتاح برصيد مباراتين لكل منهما. حضرت الصافرة الأجنبية في السوبر 9 مرات لحكام من فرنسا والنمسا وإسبانيا وجمهورية التشيك وألمانيا والنرويج، بالإضافة للثنائي العربي عمار الجنيبي من الإمارات في 2018 بين الأهلي والمصري، والجزائري مصطفى غربال في 2021 بين طلائع الجيش والأهلي. شكرا فيصل زيدان واحمد تيمومي على التقارير الرائعه دي. خليني اخد اللينك ده كابتن وليد في رسائل عامه سواء للجماهير او للاعبين. اتمنى ان نتحلى باقصى درجات ضبط النفس، يعني مهم جدا جدا جدا. بتتكلم الجمهور العادي ولا بتتكلم السوشيال ميديا؟ انا بكلم الجمهور اللي هناك بيقعد زي الفل. انا بكلم الجمهور وبكلم اللعيبه وبكلم الاجهزه الفنيه. حلو. احنا عايزين نشتغل على محورين يا كابتن شوبير. نعم. رقم واحد نصدر صوره مصر الحقيقيه. حلو. نصدر صوره اخلاقنا اللي احنا بنتميز بيها. نعم. الناس كلها بتحبنا، كل الدول العربيه بتحبنا علشان احنا ناس اخلاقنا عاليه وطيبين. صحيح. اتمنى ان الصوره دي تتنقل. نعم. في فرقه هتكسب وفي فرقه هتتغلب. اكيد الفريق اللي هيتغلب يعني اتمنى من جمهوره ومن مسؤوليه ومن لعيبته ضبط النفس. انت لازم هيبقى في تسليم كاس، لازم هتطلع تستلم ميداليات. نعم. لازم هتحيي الفرقه الثانيه. لازم اتمنى ان الشكل اللي كان حصل قبل كده ده يعني نمحيه تماما تاني. ان شاء الله باذن الله. المحور الثاني اللي من وجهه نظري مهم جدا، عايزين نقدم كره حلوه. ايوه. الناس في الامارات مستنيين. نعم. اقوى فريقين في افريقيا. نعم. مستنيين ان احنا نقدم نسخه زي بتاعه 3-2 كده. نعم. في المباراه الجميله اللي هي كانت بين الاهلي والزمالك، كانت مباراه 5 اهداف. نعم. وفيها متعه وفيها فرص كتير. صحيح. وفيها الناس كلها قالت لك فعلا ده الوجه الحقيقي للكره المصريه. نعم. فايا كان مين يكسب، بس اتمنى مباراه فيها جراه من الاثنين المدربين. اتمنى يكون فيها جراه من اللعيبه. اتمناها طبعا يعني 5-4 4-3 حاجه كده، حاجه كده تكون تليق بالكره المصريه. اتمنى من اللعيبه ان هم يقدموا احسن حاجه، لان ال22 وال10 اللي هينزلوا. نعم. كلهم دوليين. صح. ايا كان صغير او كبير كلهم دوليين. نعم. فان شاء الله باذن الله الرسائل دي توصل ايا كان مين اللي هيكسب وايا كان مين اللي الحظ مش هيحالفه، بس يا رب الصوره دي توصل لكل شعب الامارات ولكل العالم طبعا. كابتن سامي. بص يا كابتن، انا حضرت السوبر اللي هو الاخير ده اللي. نعم. كان هناك في حاجات وعدوا في الجهاز الفني الزمالك طبعا قبل اللقاء، في حاجات ما عجبتنيش من هنا او من هنا. فانت انا بقول للجماهير كلها انتوا سفرة. نعم. مصر في الامارات. نعم. المفروض احنا واجهه، فالطبيعي يبقى روح استمتع باللقاء. أيه. روح استمتع باللقاء وشجع فرقتك زي ما انت عايز. صحيح. لكن الحاجات اللي كانت بتحصل قبل اللقاء اتمنى ان هي ما تتكررش المره دي. واللي حصل في اللقاء كمان بعد الماتش ده ما ينفعش يتكرر باي شكل من الاشكال. نعم. بالنسبه للعيبه. نعم. اتمنى الفايز خلاص اتخذت البطوله، المهزوم خلاص يسلم ويبارك. وفي نفس الوقت احنا قلنا عايزين زي ما وليد بيتكلم، عايزين مباراه تليق بالفرقتين. نعم. انتوا فرقتين تقال، فرقتين محترمين. صحيح. فرقتين من افضل اللعيبه اللي موجوده في مصر. فاتمنى ان شاء الله تبقى روح رياضيه كويسه والاداء نفسه جوه الملعب يبقى كويس ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. خلينا نروح لفصل، بعد الفصل بسرعه كده عشان نبارك لوليد صلاح فوز البايرن، عشان هو من مشجعين البايرن على برشلونه 3-0. كده بتحفل عليا في عيد ميلادي؟ ليش؟ انا افتكرت ابارك له عشان عيد ميلاده كده. بالرغم ما انا هنيته بعيد ميلاد. ما احنا مدينكم 5 في السنتياج وعادي يعني. لا حول ولا قوه الا بالله. وانتوا كنتوا بتتخانقوا في الاوض. الاول انا مش هنيته بعيد ميلاده. احتفلنا بيه. نمره 2، انت بتحب البايرن ولا ما بتحبوش؟ بحب البايرن. طيب فانا قلت لك ابارك لك فوز البايرن. على اساس انه بيكسب برشلونه. لا قلت لك ابارك لك على فوز البايرن، انا جبت سيره برشلونه. بالصدفه بقى كسب برشلونه. وتلك الايام نداولها بيننا. هترجع الرجعه ثاني. اخر احصائيه. ونديكوا 5-6. اخر احصائيه. البايرن. البايرن كسب برشلونه 10 مرات. شو مره برشلونه كسب؟ ايوه 10 مرات. برشلونه كسب مره في كل ده. الريال كسب البايرن 10 مرات. نطلع لفصل عشان الكابتن وليد ما يزعلش. يلا بينا.
طيب كابتن سامي عشان الكابتن وليد ما يزعلش وبيفهم كلامنا غلط خليني معاك انت النهارده. النهارده كان في يعني ايه ماساه حصلت في ملعب اتلتيكو مدريد مش برشلونه. خرج اتلتيكو مدريد 2-2 وهو خمس هو اربع نقاط، لو فاز يبقى سبعه، يبقى ستيل عنده امل لانه دلوقتي بقى خمسه وفي خلاص بورتو تسعه صعب خلاص انتهت فالمباراه انتهت. وبعدين قعدوا يعترضوا قصه وحدوته وليله رجعوا والفار وبنالتي تقوم تتشاط البنالتي وتتصدوا المفروض تتشاط وتتلعب طبعا انا ما شفتش فمش عارف التفاصيل يعني وترجع وتخبط في العارضه وتخبط ومأساة وحاله دراميه في اتلتيكو مدريد. بس الغريب انه الفرق الاسبانيه كلها بتودع يعني اتلتيكو مدريد بيودع برشلونه بيودع اشبيليه بيودع اشبيليه بيودع مفيش غير الريال اللي مشرفنا ورفع راسنا على طول طول الوقت دي ما تزعلكش. لا لا بالعكس انا مش متعصب على فكره وبحب الريال طيب بحب لعبهم لكن يعني لما الريال يلعب مع برشلونه ماشي. برشلونه طبعا لكن الريال فرقه محترمه جدا مش عايز الكلام فعلا يعني لو انهم لعبوا ماتش وحش امبارح امبارح ما كانوش كويسين بس خليني اقول بس النتائج الانتر كل الناس في برشلونه كانوا منتظرين انه الانتر يعني يتعادل او كده وبعدين هو يكسب البايرن لا هو كسب البايرن ولا الانتر اتعادل وما اعتقدش طبعا دي النتيجه باينه على الوجوه بيكي بطل بقى مش كده ولا من زمان من سنتين كمان مش كده طبعا يعني بيكي وبسكتس مش كفايه ولا انا مش واخد بالي يعني بيكي هو اللي واضع عليه قوي بوسكتس شويه طبعا كان يتمنى تشافي انه يعيد تاني استنساخ انيستا وتشافي لا صح. في جابي وبيدري لا صح. بس يعني طبعا الفرقه بتمر عايزين محتاجين برضه انا بصعب على تير شتيجن طيب سامي عايز اسالك هو ممكن يكون فرقه فعلا حظها عالي على فرقه للدرجه دي يعني الماتش الاولاني بصراحه اللي كان في المانيا بصراحه يعني البارسا كانوا احسن بكتير بس عنده مشكله في خط الوسط والدفاع ان هو بمجرد ما بتقطع وبتوصل ان عنده نص الملعب جابي وبيدرو ما بيعرفش دفع فعنده مشكله جدا اللي رايح بيروح على طول المرمى ويمكن انا كنت بتفرج على كنت بحلله في الراديو كمان الهجمات المرتده كان خطر جدا يعني انفرادات بتروح وكذا فرصه بتروح من بايرن ميونخ لكن هم عندهم مشكله برشلونه يا كابتن تحسهمش فرقه تقيله يعني بيدرو يعني بيدري وجابي يمكن يعني دول من اتنين صغيرين اتنين حريفه اتنين مهارين كان عندهم مشكله في الدفاع عندهم مشكله في الارتداد فتحس نص ملعب برشلونه عندهم مشكله جدا بس برشلونه ماشي في الدوري كويس بصرف النظر عن هزيمته هو تعادل في اول مباراه كابتن امام رايو فايكانو وخسر من ريال مدريد ومنطقي يعني انه يخسر من ريال مدريد ما جاش غير اربع اهداف منهم ثلاثه في الريال بالظبط فيعني ماشي لكن كويس لكن الدوري برضه الدوري برضه الكواليتي او المستوى مختلف عن دوري ابطال اوروبا طبعا نعم هسالك سؤال محمد صلاح الحقيقه بيختتم هم لسه فاضل لهم مباراه بس خلاص بيضمن الصعود مع فرقته بس انا متجنن يعني كنت اتفرج على ماتش نوتنجهام فورست فرقه من اسوأ ما يكون ليفربول اللي من اسوأ ما يكون النهارده طبعا ما قدرتش اتابع عشان الحلقه لكنه صلاح بيحطم ارقام قياسيه هل هو بقى تركيزه اعلى في الدوري الاوروبي دلوقتي في البطوله الاوروبيه اسف دلوقتي بص هو صلاح تركيزه كله ودي حاجه يعني كويسه احنا لينا ونتمناها ان صلاح يبقى تركيزه كله حتى بغض النظر عن ان الفريق فنيا مش في احسن حالاته لكن صلاح يحاول يحافظ على شكله وصورته وادائه هو ده اهم حاجه في الوقت ده لان هم كفريق لا هو فريق عنده مشاكل السنه دي بشكل غير عادي هو يعني غير له مركزه كمان وغير مركزه ساعات طبعا بس صريح. يعني فيرود صريح حتى لما بيلعب طرف احسن للاسف هدف عالمي تمريره على الاسيست كمان هندرسون حطها انا بروح بقى بتابع الملخصات كلها واتفرج طيب كابتن سامي هقول لك الاسماء المتاهله حتى الان نابولي وده مفاجأة الحقيقة ليفربول كلوب بروج بورتو بايرن ميونخ الانتر تشيلسي ريال مدريد مانشستر سيتي بروسيا دورتموند باريس سان جيرمان بنفيكا في احتمالات كبيرة جدا كمان لتأهل يعني مجموعة ما بين ما بين ما بين عندك توتنهام وسبورتنج وانتراخت ومارسيليا قريبين يعني بس توتنهام غالبا 8 7 7 6 فاضل لقاء وعندك كل الحظوظ متقاربه في المجموعه دي كده وعندك كمان الميلان عنده فرصه كبيره جدا في التاهل هل نقدر نحدد ملامح بطل دلوقتي ولا صعب
صعب يا كابتن، صعب يعني في فرق. يمكن انا شايف ريال مدريد ممكن يبقى شكله طبعا هو اتهزم من لايبزيج، لكن هو في الاخر خالص في النهائيات بتلاقيه. طبعا بايرن ميونخ من الفرق الثقيله، تشيلسي من الفرق الكويسه، بايرن ميونخ طبعا، الانتر، في لا في فرق كده، هو بس خروج يوفنتوس وخروج برشلونه واتلتيكو مدريد دي كانت صعبه. اليوفي كارثه، يعني خد 3 بونت، دي صعبه قوي، خد 3 بونت مكسب وحيد، حتى خسر من مكابي كمان، يعني ده مهدد انه ما يوصلش دوري الابطال، يعني في الملحق دوري الابطال، دوري الاوروبي كمان أوروبي. يعني موسم كارثي. عموما بنستمتع بكره القدم الجميله، والرساله جاءت من الكابتن وليد، كابتن سامي، للجماهير واللاعبين والاداريين وكل الناس، نتمناها مباراه طيبه ان شاء الله، الزمالك والاهلي في السوبر. كابتن سامي نورتني وشرفتني، بشكرك شكرا جزيلا. كابتن وليد نورتني وشرفتني، كل سنه وانت طيب، الله يخليك، وكل سنه صحه وستر ورزق ان شاء الله، ربنا يخليك. بشكرك كابتن وليد، بشكركم اعزائي المشاهدين والمتابعين كده. تمام، سلام.